تمكن عشية اليوم فريق نصر بلدية الفجوج من تحقيق التأهل إلى الدور السادس عشر على حساب اتحاد بلدية عين الحجار في مباراة سيطر فيها أصحاب الأرض فريق الفجوج. شوط المباراة الأول ضيع فيها أبناء غازي فريد العديد من الفرص عن طريق كل من غالمي وبيلوطا وزورولو، لكن كل محاولة باءت بالفشل بسبب طابع التسرع وعدم التركيز الذي غلب على أدائهم. وانتهى شوط المباراة الأول على نتيجة 0-0. في المرحلة الثانية وصل فيها أصحاب الأرض على نفس المنوال وبدع رأسية عثمان غالمي، هذه تمكن البديل هميسي عبد اللطيف من تسجيل هدف الفوز والتأهل لفريقه، ليتأهل بذلك نصر بلدية الفجوج إلى الدور السادس عشر. كل الحمد لله الفريق تاعنا طبق التعليمات وكان في المقابلة هذه كانت عنده لونفي دغاني، والحمد لله راني طاري وسازيام دي فينال، وهذا شيء تاريخي بالنسبه لفريق الفجوج. الحقيقه كانت مقابله جميله بين فريقين اللي ما يعرفوش بعضهم، ولكن كان سوء الحظ خالفنا، كنا موجودين روحنا على المقابله باش نديروا النتيجه، ولكن لاكوب على بالك حنا بالنسبه لنا ستان بونيس، كان عندنا اوبجيكتيف تاع لوان 32 وصلنا له، لوان 16 كانت ستان بونيس. طلبت من اللاعبين باش يلعبوا الكره باش ما يحوسوش على النتيجه، يلعبوا باش يمتعونا في الاخر.